السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المباشر من قناة العيون، ويحضر معي ضيفا في الأستوديو السيد سيد إبراهيم خيا، نائب البرلماني ورئيس لجنة المهمة الاستطلاعية للأقاليم الجنوبية. أهلا بك، لنا عودة لك في سياق النشرة. اختراق جديد، قناة العيون بعقر الدار، تحمل الخبر الأكيد من قلب المخيمات. ساكنة تعيش المأساة تتسرب الصرخات، وهذه المرة بطلتها امرأة تتحدى الخوف والتهديدات والترهيب لتقف شاهدا على أوضاع أثقلت الأوزار. لم تختلف شهادتها عن سابقيها، إذ العامل المشترك المعاناة، الضياع والعيش على الرف. شهادة صادمة وجريمة طالما طالبت نساء العالم مرتكبيها القصاص تأييدا. لنتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا صحراوية من الصحراويات في المخيم لاجئين جنوب الجزائر، وعندي 5 أولاد وامرأة أرملة. لا عندي مدخل بالجبهة ولا شغلة ولا شيء، هو شنو المواد تعطي المنظمة ما هي مزيالي شيء تعطيها للشهر، أنا ما هي مزيالي شيء، ما هي على حسالي كل أسبوع نبقى هكف ما عندي شيء. والكان عطيني معمولانا اللي أخوي يشتغل في صباني يرسل لي بيات ونيجي الأزمة على صباني، هو قاع مثلا عنده باش يعيش راسه، شي قال يعيشنا نحن وطيّوا عليا أفراد من القبيلة، قالوا لي نقص قيادة الجبهة. جيت اخترت أنا واحد من كبير القيادة، مشيت قيادته ندور يساعد محمد يمين ولي البخاري. ومنين جيت قال لي والله نعاونك كذا، منين قام عنه اللي يعاوني قلت له ليه تحرش بي جنسية، دفعت عن شرفي لكن الخلق لي مازال مؤثر فيا داخليا. ونبغي نقول جميع الصحراويين القيادة الدائرينها عنها تحمينا، هي عاد تزرع فينا الخوف. وذا خلق لي أنا ما خلق لي إلا أنا وحدي، خلق لي ياسر من الصحراويات احترضوا الاغتصاب من طرف القيادة، ودارك مطلب حمايتي وحماية أولادي، حماية أولادي. دارك مطلب مفوضية السامية لقوة اللاجئين إن هذا اللي تم تعطينا تعطيهنا مباشر، يا أخي ما نفترضوا الاستقلال القيادي. هي إذن شهادة صادمة لأرملة وأم لخمسة أيتام، شاء القدر أن يختطف الموت رفيق دربها، قدر ساقها إلى حال هو أسوأ من حال ظلت تعيشه لسنوات. تبوح المرأة بما يحضره المجتمع المحافظ، بوح أسقطت به آخر وريقات التوت عن قيادة جبهة البوليساريو. تقرير فتح لمين. مارس ربيع المرأة بالعالم، تاريخ تتعالى فيه صرخات النساء مهللة بحق اكتسب أو منددة بآخر اغتصب. مارس شهر العيدين، الثامن منه للمرأة عامة والعشرون للأم خاصة، تقدير لمكانة حققت بعد معركة طويلة في مجال حقوق الإنسان. تحتفل النساء تتباهى بحقوق جعلت الجنسين خارج معادلة التفاوت، مساواة شملت الأصعدة كافة. يحتفل العالم بالمرأة متباهيا بأن لا وجود لحيف فسطرت القوانين. جرم الاغتصاب بين مطالب بقصاص تجاوز السجن ومطالب بتأبيد، وخارج المعادلة نساء بمخيمات أريدت للجوء. أدنى الحقوق غاب في ظل فضاء يحكمه قانون الغاب. شهادة أخرى من قلب المخيمات، امرأة اخترنا لها من الأسماء آمنة، صرختها غصة بمجتمع يصعب فيه البوح بالمصاب. آمنة تتعرض للاغتصاب والمرتكب قيادي، خطأ ظنت المرأة أنه الملاذ الآمن لرفع تظلم أو حيف. أخطأت آمنة الوجهة، وإذ اختارت الكلام عما ليس مباح بنقاب غطى الوجه وعرى واقعا تقول ليست أولى المغتصبات. بكت آمنة الظلم والقهر جوع أيتامها الخمسة لتجد نفسها سادس الضحايا. وعندي 5 أولاد امرأة أرملة، لا عندي مدخل بالجبهة ولا شغلة ولا شيء، هو شنو من مواد تعطي المنظمات ما هي مزيالي شيء تعطيها للشهر، أنا ما هي مزيالي شيء، ما هي على حسالي كل أسبوع نبقى هكف ما عندي شيء. والكان عطيني معمولانا اللي أخوي يشتغل في صباني يرسل لي بيات
من يجي الأزمة على إخواني هو قاعد مثل عنده باش يعيش راسه وش قال يعيشنا نحن و... وطيّوا علي أفراد من القبيلة قالوا إني نقص قيادة الجبل مشيت اخترت أنا واحد من كبير القيادة مشيت قيادته ندور يساعدني محمد يمين ولي البخالي ومنين جيت قال لي والله نعاونك بعد منين قام عنه اللي يعاونني قلت له ليه تحرش بي الجنسية دفعت عن شرفي لكن اللي خلق لي مازال مؤثر فيا داخليا ونبغي نقول جميع الصحراويين القيادة الدائرينها عنها تحمينا هي عاد تزرع فينا الخوف وده خلق لي أنا ما خلق لي إلا أنا وحدي خلق لي ياسم الصحراويات احترضوا الاغتصاب من طرف القيادة وضرب مطلب حمايتي وحماية أولادي قد تنساب دموع المرأة بغزارة وتبكي في وجدانها لوعة ومرارة إذ الضرر ضعف اغتصاب للحرية وآخر للجسد. التزمت المرأة الصمت لفترة قبل أن تقرر البوح لمنبر هو نافذة وحيدة تتسرب عبرها حقائق ضمن المحظور. تبوح المرأة وصرختها حقي وحق أبنائي، أما الوجهة فليست القيادة التي باتت مصدر خوف بل قلوب رحيمة ورأي عام دولي بث في قضايا كثير إلا مأساة تختزلها تلك الخيام. إذن أستاذ إبراهيم كما شاهدت في الروبورتاج ما هو تعليقك على شهادة هذه السيدة؟ أولا هذا الأمر يعكس ما تعيشه مخيمات تندوف نظرا للحصار المضروب على هذه المخيمات منذ سنين، وللأسف أن وصلنا هذا الحد أن هذه المرأة البريئة التي يعني صحراوية ومن المفروض أنها تعيش بكرامة أصبحت اليوم مهددة في شرفها. هذا أمر نأسف له ونحن كصحراويون نندد بهذا الأمر لأنه أمر خطير. إذا كانت ساكنة الصحراء اللي محتجزة هذه 40 سنة في مخيمات تندوف تنتظر حل فهذا يعني أصبح أمر لا يطاق، وهو كذلك يعكس ما تعيشه الحكومة الجزائرية الآن لأن الجزائر تتخبط في مشاكل. بوتفليقة يريد ولاية ثالثة و الجزائر تعيش مشاكل ثورات داخلية، الأمن والجيش يحاول أن يطفئ النار في كل بلد في كل مكان، وللأسف أن إخواننا في تندوف محاصرين من طرف القيادة الجزائرية، والآن مصير والمآل هو هذا اللي نشوفه. هذه المرأة البريئة تبعت كذلك روبورتاجات عن الشخص الذي كان كذلك حتى هو عنده مشاكل غدا وبعد غد إلى متى. نهيب بالجميع أن يكون حكيما وأن ننخرط جميعا في حل متوافق عليه دائم، وهو حل الحكم الذاتي اللي نادى به صاحب الجلالة الله ينصره، وهو الحل الذي لا غالب فيه ولا مغلوب، وهو اللي احنا صحراويون نطالب به لطي هذا الملف نهائيا. نعم، أنت كمسؤول سياسي وكشاب صحراوي، هناك أصوات شبابية من داخل المخيمات تنادي بالتغيير، في نظركم كيف يمكن أن يحدث هذا التغيير؟ أكيد أن قيادة هرمت لها 40 سنة مفروض أنها ترحل وتغير، لأن لاحظنا الثورات العربية اللي امتدت من المشرق إلى الجزائر حاليا تطالب بتغيير هذا الزعماء اللي هرموا في المقاعد واللي ما عندهم أفكار ولا عندهم حلول. والقيادة البوليزاريو كذلك حتى هي جزء من هذه القيادات اللي من 75 وهما لا زالوا في أفكار متحجرة، لا زالوا لم يتغيروا، ومفروض أن الشباب يعني يتواصل وشاف يعني التكنولوجيا الحديثة ويعني وليريزو هذو سوسيو يعني، وأكيد أنهم يبحثوا عن تغيير قيادتهم لبحث عن الحل. الهدف هو بحث عن حل المشكل اللي عمر 40 سنة واللي للأسف أنه وصلنا لهذه الدرجة ديال شكاوى النساء صحراويات شريفات اللي اليوم يهددوا بشرفهم، ومفروض أن يكون تغيير في مخيمة تندوف، والتغيير تغيير القيادة للبحث عن الحل، ليست قيادة أنها تمشي على المسار القديم، قيادة تبحث عن حل جدي ودائم
والحل يكمن في إطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية. نعم، شكرا لعودة لك خلال هذه النشرة. حينما يغيب العدل والحرية والرقابة ويعيث القادة فسادا في مخيمات تندوف، يدفع الآلاف من الصحراويين الثمن فقرا وبؤسا باسم القضية، وتتفاوت الأوضاع الاجتماعية تفاوتا خطيرا يدفعنا لتساؤلات عدة يجيب عليها التقرير التالي للغالية الكوارة. مكشوفة صارت أوضاع المخيمات بتندوف، وليس الأمر ميسرا عبر إعلام مراوغ ولا قيادة معمرة على ما يبدو، لكن عبر عيون من مستهم ضراء هذا الوضع بحياة اللجوء مثل هذه السيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا صحراوية من الصحراويات والمخيم لاجئين جنوب الجزائر، وعندي 5 أولاد امرأة أرملة. لا عندي مدخل بالجبهة ولا شغلة ولا شيء، صغير شنو والمواد تعطي منظمة ما هي مزيالي شيء، تعطيها للشهر أنا ما هي مزيالي شيء، ما هي على حد هالي كل أسبوع نبقى هكف ما عندي شيء. والكان عاطيني مع مولانا اللي أخوي يشتغل إسبانيا يرسل لي بيه، ونيجي الأزمة على إسبانيا هو قاع مثل عنده باش يعيش راسه، شو قال يعيشنا نحن. بصوت نسوي تأتي شهادة المعاناة بمخيمات تندوف هذه المرة. بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي تتشعب معاناة هؤلاء اللاجئين الصحراويين الذين تكاثفت وتهافتت عبثا على مساعدتهم مئات المنظمات والجمعيات الإنسانية الدولية، وكانت أطنان هذه المساعدات الإنسانية سبيلا لإثراء الكثيرين وسبيلا لمضاعفة بؤس آخرين. جموع اللاجئين الصحراويين الذين يمزقهم إلى حد الآن الانتظار قسمتهم الحسابات السياسية وأربابها إلى طبقتين، أولاهما ضيقة ينعم أصحابها المدججون بحصانة القيادة، ينعمون بيسر الحياة في العيش والتعلم والتنقل، ولا يدنيهم أن يدني هذه الطبقة تعثر المسار السياسي للقضية، بل تتغذى هذه الطبقة على هدر السنين. وفي الواجهة الأخرى ترزح شريحة عريضة من الصحراويين تحت سطوة الظلم والاستبداد والحرمان، والمسيرة ماضية بخلاصة مفادها. سينعم الصحراويون بالالتئام تحت ظل السلم والمئام يوما ما، لكن متى؟ وماذا سيجني الصحراويون مستقبلا من تقرير مصير ينادي به من بددت مسبقا على أيديهم مصائر الكثيرين وأدرجت وعودهم الصحراويين في سجل الضحايا ويجهل خواتيم البقية؟